أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معنا اليوم بالفنان الأستاذ وائل حميدي. أهلا وسهلا أستاذ وائل. أهلا وسهلا، كيف صحة؟ بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك بالمجال. اهلا وسهلا فيكم. اسمي وائل حميدي، من بعالين الشوفيه من جبل لبنان. نشأت بقرية كلها مليانه فرح وحب، مليانه الوان طبيعه، مليانه كلتشر وتراديشن وعادات. فطبيعي انه اندمج بلونها وعاداتها وتقاليدها واهليها وارميدها الاحمر الحلو وسولا وديانا وأنهرة. بصغري كنت ساعد الوالد نحات شرقي، وكان يشتغل كتير اشياء، يجيب اشياء من الطبيعة ويحولها لمنحوتات خشبية ترجع تنطق بالحياة. فأنا وصغرتي، أنا وصغير كنت كتير ساعده، وهو كان نجار شرقي، فاشتغلت كتير بالخشب والحرف معه. فهذا خلاني كون شخصية ملمة بمعالم طبيعية، قريبة من الطبيعة، قريبة من البيئة، قريبة من ألوان الكالتشر اللبناني. ورجعت فت بالكشاف، والكشاف صقل لي موهبتي حتى وصلت للجامعة، وكنت مشترك بالفولكلور اللبناني. فكنا نصمم ستيجز ومسرح ونرقص بنفس الوقت، فكله انخرطت انه تكون شخصيتي. وجيت على الامارات بال95 واكتشفت انه عندي هوايه، فهالهوايه هي بلشت بالشغف للالوان والتصوير. ورحت درست بسكوتلند، فسكوتلند اعطتني كمان الثقافه الاكاديميه، وهي الثقافه حولتها لتكون شغفي ومنهجي بالفن والرسم والتصوير والنحت. واليوم عندي شخصيتي الفنية، شخصية هي بتشمل تراث لبناني شرقي، بيعتمد العناصر على المواد اللي هي بحقولنا وبسهولنا وعلى شواطئنا، بحولها لمنحوتات وزخرفات شرقية، وبستعمل أشخاص من فولكلورنا الفلاحين اللي هني بيعالجوا كل المشاكل اللي بطرحها، وبشتغل كمان على كانفاس احجام مختلفه. والحمد لله اهم شيء قدرت اكتشف شخصيتي انا بالفن. استاذ وائل، ممكن تحكي لنا على ابرز اعمالك من ناحيه النحت، من ناحيه الرسم؟ ممكن تخبرنا على الاشياء الايقونيه اللي انت تفتخر فيها؟ في كتير شركات دي كوميشن وائل حميدي، يعني اعطوني شغل اشتغل معهم لفرجيهم الاشياء اللي بنتجوها من خلال فني. بحكي شركات كبيره ومطاعم عريقه بدبي وبخارج دبي، او الامارات وخارج دبي ولبنان. ف خلال شغلي طور شغلي، وصرت اشتغل كمان ديجيتال ارت وورك، او حولت كم قطعه من لوحاتي ل NFT. حولت مجموعه من صوري للاشخاص، خليتهم يتحركوا ويبرزوا شخصيه اللوحه من خلال تنقلهم باللوحه ديجيتلي، وخليهم يعبروا هن بنفسهم كاشخاص عن انا شو بدي اعطي اللوحه. يعني في لوحه صارت بالامم المتحده، اللي هي لوحه بتمثل شجره الزيتون. شجرة الزيتون هيدي اللي كانت ضايعة بين الحقول وعم تفتش على نقطة مي، فركضت لعند الفلاحين وصارت تعطيهم شروشة، والفلاحين صاروا يحطوا كل شيء أجران وكل شيء في سطول تحت شروشة، والشروشة صارت تاخذ المي منهم. فهي حولتها NFT وغيرها من اللوحات. فإذا كنت عطول فنان متجدد، مفروض تمشي مع التطور، بس بنفس الوقت حافظ على كيانك التقليدي وتندمج مع العصر الجديد. بالنسبة لكفرية تعاونت نحن وياها على أنينة بيد، وأنينة بيد كانت حاملة رسم من رسماتي، وهالرسمة كانت عبارة عن
عن شخص أو فلاح هو عابد حبيبته أو صديقته أو أم ولاده، عابطها وكأنه هي تراثنا، جامعة كل الباترن، كل الألوان طبيعتنا وبيئتنا، وتحولت جسمها، تحول للاندسكيب، تحول لجبال لبنان. وهيدي الرسمة نزلت على أنيني وصارت جزء فني بمجموعة شاتو كفرية بلبنان. في شغلة تانية، في لوحة كبيرة معروضة بالصفدي أبو ظبي، يلي هي قطعة فنية معمولة من خشبة، أنا لقيتها على شط البحر أنا وماشي طولها 3 أمتار ب30x30. فحولتها هيدي اللوحة لمدينة عبق فيها اللون وعبق فيها الفرح. فجبتها عملت لها ريسايكل، حولتها لكذا قطعة وجمعتها بمطعم الصفدي، وصارت نموذج من الأشياء يلي نحنا فينا نستهلكها من الطبيعة ونحولها لقطعة فنية. فهيدي القطعة موجودة إذا جيتوا على أبو ظبي بمنطقة القناة بالصفدي ريستورانت. أنا بحس إنه كل واحد مفروض ينتبه لأشياء دقيقة بالطبيعة، أو اللي نبلش تنتبه بأشياء دقيقة بالطبيعة بتحس قديه الريسورسز نحنا بنضيعها من وقتنا. يعني نحنا كتير بنحرق خشب، كتير بنردم صخور فينا نعملها سكالبشر، أو خشب فينا نعملها سكالبشر. من خلال تعلقي بالطبيعة اكتشفت إنه كل شيء في أنواع خشب عندنا بالطبيعة فيها تتحول لارت افكت، فيها تتحول لسكالبشرز. هو هالسكالبشر ريبريزنت بيئتها، ريبريزنت شعبها، ريبريزنت حضارتها، ريبريزنت الالوان الموجوده فيها. يعني اي قطعه فيني اشتغل عليها، اي قطعه من الطبيعه فيني احولها لارت افكت. وهيدا الفيجوالايز اللي بتعمله انت بالحياه. فيجوالايز هو كل شيء عندك بمخيلتك واقتبسه من خلال تجاربك بالحياة، بتكون دفنة. بس لما تجي بدك تستعملها as creative process، دغري فكرك بيعطيك القدرة انك تبدع فيها. بس مفروض تشوف الوسيلة وتشوف الحاجة لتجيب المعلومات المخزنة فيك وترجع تطلعها بشكل جديد وبشكل يشبهك ويشبه بيئتك. أستاذ وائل، بعد النجاح اللي وصلت له والسمعة اللي اكتسبتها، شو خطتك ورؤيتك المستقبلية؟ الخطة والرؤية هي دايماً بدعاء الأهل، كانوا موجودين ولا غايبين، هي خطتهم أنه نكون صحتنا منيحة وعائلتنا منيحة أول شيء، ونور الله فينا. نور الله هو اللي بيدلك على الطريق، وهو اللي بيدعي لك أنك أنت تكون أحسن. إذا كان عندك الحب الحياة، حب الاستكشاف وحب الإبداع. فالبلان المستقبلي إذا الله طعمنا عمر هي أنه أعمل خط فني تحت WH represent، يمثل كل الارت افكتس المأخوذة من تراثنا وعاداتنا وتقاليدها، ويسجلها أو يحفظها بلوحات أو بجداريات أو بأشكال هندسية أو بسكالبشرز أو بكرافتس، تنضل هيدي محفورة باسم تراث معين، باسم تقاليد معينة، باسم شعب معين. لأنه نحن اليوم هون بكرة مش هون، فاللي بده يجي من بعدنا يتذكر شو كان عنا إشياء بحاضرنا وبطبيعتنا وبطبيعة بيئتنا حلوة مستفيد منها. قديش هيدي الطبيعة هي أخذت جزء من لوننا وتقاليدنا وحياتنا، وقديش فينا نشتغل عليها لنضمن جودة مستقبلنا وجودة أولادنا اللي منيكبروا. أستاذ وائل، بالنهاية شو الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات، لحكومة دولة الإمارات، على دعمها للفن وللفنون الجميلة؟ ولا حكومة الإمارات ودولة وحكومة دبي سبيشالي هني بيشتغلوا على رقي الفن، وبشكرهم مجددا على الإقامة الذهبية. بس بنفس الوقت بحس إنه الفن هو أساس بكل شيء، لأنه إذا واحد كان متمرد على حاله ومش عارف شو بده من الحياة، الفن بهذبه إحساسه، بيخليه إنسان متكامل بإحساسه بعقله بتفكيره بإبداعه. فدولة الإمارات يمكن مفروض تعمل هب أكتر أو كوميونيتي أكبر لكل الفنانين المقيمين،
لا يقدر ينتجوا إنتاج أحسن ويقدروا يعيشوا بمجتمع متطور وينتجوا أشياء بتماشي العصرني الماشي فيها دولة الإمارات. وبنفس الوقت في كتير ناس يمكن فنانين لأنه ما مع القدرة أن تعبر وما مع القدرة أن تعمل معارض، هيدي الناس بحاجة لحدا يدعمها. فدعم أشخاص مبدعين هيدي من أساس بحس الدول المتقدمة. وشكرا. بالنهاية ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك كيف بيقدروا يوصلوا لفنون الأستاذ وائل وكيف بيقدروا يتواصلوا معك؟ كل شخص عنده أمل بالحياة، وهذا الأمل ما بيجي من القعود، مفروض كل يوم نحن نشتغل على فكرنا، على جسمنا، على رؤيتنا. إذا عندك بإيدك كل يوم سكتش بوك، at least you sketch something، إذا بتكتب كل يوم جملة أو بتقرأ صفحة أو بترسم رسمة، كل نهار أنت عم تتطور، عم تنقل حالك من وضع عادي لوضع غير عادي، وهذا الوضع الغير عادي بيخليك تصير مثقف وبتخليك تصير إنسان غير المجتمع. Thank you. بالنهاية بنشكرك أستاذ وائل على هالشغل الحلو وعلى هاللقاء المميز، ونتمنى لك دائم التوفيق والنجاح. الله يخليك، شكرا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.